مساء الخير مشاهدينا ومشاهدي قناه الحياه في كل مكان. اهلا بيكم، حلقه جديده مميزه من طبيب الحياه زي ما عودناكم بتقديم كل ما هو جديد في عالم الطب وافضل الاطباء في جميع التخصصات وايضا افضل المراكز الطبيه. ورب كلكم تكونوا بصحه جيده. هيكون منورنا النهارده من داخل الحلقه استاذ دكتور الايمن فتحي حسين، دكتور جراحه المسالك البوليه التناسليه، وايضا دكتور حاتم زاهر استشاري طب نفس الاطفال والارشاد الاسري. مستنيين كل اسئلتكم على الصفحه الخاصه بينا، صفحه طبيب الحياه على الفيسبوك. فاصل صغير نرجع مره ثانيه. اهلا بكم مشاهدينا مشاهدي قناه الحياه في كل مكان. اهلا بكم فقره جديده مميزه من طبيب الحياه. الحقيقه ان احنا كلنا كنا بنفتكر، وده اعتقاد منتشر جدا، ان الزوجه هي السبب الاساسي والرئيسي لعدم الانجاب، في حين بقى نتبين حديثا ان العقم عند الازواج بيمثل 60% من اسباب عدم القدره، وبيمثل عند الزوجات 40% المتبقيه. يعني احنا مظلومين في كل حاجة، يعني النتيجة او الاعتقاد اللي احنا كنا فاكرينه طلع غلط خالص. النهاردة هنتكلم عن حالات العقم عند الرجال، هنكمل موضوع فقرتنا السابقة الاسبوع اللي فاتت، مجموعة من الاسئلة ما خدناهمش الاسبوع اللي فات فنحاول نرد عليها النهاردة، او مش انا بصراحة ارد، استاذ دكتور الايمن فتحي حسين استاذ جراحة المسالك البولية والتناسلية، وايضا دكتورة جراحة المسالك البولية والتناسلية زمالة امراض الذكورة وعقم الرجال جامعة الينوي بشيكاغو امريكا. اهلا بيك يا دكتور. اهلا وسهلا دكتور. ده معتقد ان الزوجه هي السبب الرئيسي ان هي ما بتخلفش، ودايما كان يرموا اللوم او الزعيق بقى، وانت ده ابننا ما بيخلفش، يعني منك انت روحي اتجوز مره واثنين وثلاثه. النتائج بقى حديثا اثبتت ان 60% من الازواج هم السبب، و40% بس من الزوجات. تقول ايه في المقدمه البسيطه دي وهندخل على طول ان شاء الله على الاسئله؟ هي الرجالة أو الرجل مسؤول عن وحده عن 40%، والزوجة وحدها عن 40%، وال20% دي مشتركة. يعني ممكن رجل القدرة الإنجابية عنده قليلة شوية، وزوجته القدرة الإنجابية عندها قليلة شوية، هما الاتنين عندهم مشاكل. لكن في 40% تكون الزوجة فقط هي المسؤولة، و40% يكون الرجل فقط هو المسؤول، و20% الاثنين يعني مش 60% زي ما قالوا لي. ما ظلمنا برضه الرجاله، ما 60 ده يعني 40 زائد 20 ما اصل كده. طيب اوكي. بس برضه الحمل الكبير قوي على الرجاله طبعا. ما كده برضه الستات 40 زائد 20 يعني برضه 60، يعني متساويين يا دكتور. متساويين. ماشي، حضرتك بتدافع برضه عن طيب ماشي. هندخل على طول في الاسئله. اول سؤال جانا النهارده، ايه هي اهم المؤثرات اللي بتضر الحيوانات المنويه للرجل وبالتالي تؤثر على قدرته على الانجاب؟ المؤثرات بقى مؤثرات خارجيه، ممكن الحاله النفسيه، عايزين نعرف. لا، هي الحاله النفسيه مش هتاثر، لكن الا اذا اثرت على حاجات تانية. لكن هو دايما احنا بننصح نصايح بالابتعاد عن الحاجات اللي ممكن تضعف الحيوانات المنويه. زي ايه؟ زي السجاير، تدخين طبعا بكل انواعه، سواء سجاير او اي حاجه تانية. كل انواع التدخين بتاثر على طبعا بتأثر على كل حاجة في الجسم، لكن من ضمنها برضو بتأثر على القدرة الإنجابية. بتقلل العدد يا دكتور يعني ولا؟ تقلل العدد وتقلل الحركة كمان. أوكي. الحاجة التانية الـ طبعا المخدرات أكيد برضو هتأثر، إذا كان التدخين هيأثر فأكيد المخدرات هتأثر على القدرة الإنجابية. نمرة التلاتة الكحوليات، الخمور يعني. الخمور برضو بتأثر على القدرة الإنجابية، لأنها برضو بتأثر على الهرمونات، في يوم من الأيام هتأثر على الهرمونات اللي هي في الآخر برضو بتكون مسؤولة عن تكوين الحياة المنوية. نمرة أربعة أو خمسة اللي هي السخونة، بتبتعد عن السخونة الزيادة. يعني تجنب حمامات الساونا والحمامات السخنة والحاجات اللي زي كده اللي ممكن تضعف الحالات المنوية. وفي نفس الوقت لو واحد جاله دور سخونة انفلونزا ولا أي حاجة يسارع بالعلاج، لأن هي طبعا بتأثر، ممكن تأثير مؤقت طبعا بعد زوال تأثير السخونة بفترة، ممكن لغاية 3 شهور ممكن الواحد يتأثر بارتفاع في درجة الحرارة. يعني لو حد بيروح ساونا كتير ده غلط، ده مش طبعًا. صح طبعًا. دي مهمة قوي محدش بياخد باله منها. يعني التدخين أو المخدرات وكمان اللبس، حضرتك قلت قبل كده اللبس برضو من نفس القصة بتاعت السخونة، تجنب لبس الملابس الضيقة، لأن هي ديت بترفع درجة حرارة الخصية، فبالتالي برضو بتضعف الخصية. اوكي. برضو تجنب العقاقير يا دكتور بقى، حد بياخد منشطات او عقاقير دي ممكن تؤثر على اي انهي عقاقير؟ ما هو العقاقير لو توصلي المنشطات الجنسيه، الحاجات الحبه الزرقاء والصفراء، لا دي ما تضعفش الحالات المنويه. بس كنت عايز اقول برضو من الحاجات اللي تضعف الحالات المنويه الوزن الزياده، يعني هنحاول ان احنا نتجنب الزياده
في الوزن، لان وجود الدهون في الجسم بتكسر هرمون التستوستيرون وبيتحول الى هرمون تاني بيضعف الحيوانات المنويه. طب في اكل معين ممكن يضعف الحيوانات المنويه ولا لا؟ يعني احنا كشعب عربي يعني السمنه والدهون والسكريات دي ممكن تضعف الحيوانات والله المنويه؟ انا يعني مفيش حاجه هتضعف الحيوانات المنويه مباشره بسبب الاكل، ولا في حاجه هتحسنها. يعني برضو العلاج بالتغذيه، يعني ممكن واحد يقول لك انا خدت مش عارف النحل وخدت طلع مش عارف ايه وخدت وخدت وكتبوا لي مش عارف اعشاب ايه، كل الكلام ده كلام لا يؤثر على الاطلاق، ملوش تاثير مباشر على الحيوانات المنويه او القدره الانجابيه. الاكل وطريقه الاكل وانواع الاكل ممكن تؤثر على الصحه العامه وعلى حيويه الجسم ككل، اللي هو في الاخر جزء منه برضو الخصية، اوكي لكن مفيش تأثير مباشر ومفيش نصيحة مباشرة نقولها تاكل ايه وما تاكلش ايه عشان تحسن القدرة الإنجابية. اوكي سؤال كمان معانا. انا شاب ابلغ من العمر 26 عاما وهو سن الزواج. مشكلتي بشكل مختصر ليست نفسيه وانما عضويه. مشكلتي هي ان عضوي الذكري ينتصب انتصابا غير مستقيم مائلا للامام زي الكوس، ولا يرجع او يستقيم الا بالضغط، واذا ترك يعود الى ذلك الوضع وطبعا يكون متصلبا، ومع العلم ان باقي الامور طبيعيه. فهل هناك حل لهذه المشكله؟ وهل استطيع ممارسه حياتي الجنسيه مع زوجتي بشكل اعتيادي ولا لا؟ هو المشكلة هنا بيقول إن عنده تقوس أو انحناء في القضيب، وهنا بنقول إن في معظم الناس عندها هذا الانحناء ولكن بدرجات متفاوتة. لو كان في انحناء بدرجة بسيطة، درجة مثلا 30%، دي لا تؤثر على العلاقة الزوجية وبالتالي لا داعي لأي تدخل. لكن لو في انحناء بدرجة كبيرة أكتر من 45%، أو درجة أحيانا في بنشوف حالات بيبقى فيه انحناء بدرجة قائمة، بزاوية قائمة يعني درجة 90، هنا لا، هنا يبقى فيه محتاجين تدخل، والتدخل هنا تدخل جراحي علشان تصليح الوضع والشكل بتاع القضيب أثناء الانتصاب. اوكي يعني الحالة لو الحالة مشتاقة قوي بتدخل جراحي، التدخل ملهاش حل الجراحي تاني. ملهاش غير التدخل الجراحي، ولكن لا نلجأ إلى التدخل الجراحي إلا إذا كان الانحناء بدرجة عالية 90 في تؤثر في الدخول أو تؤثر في العلاقة الزوجية. سؤال كمان. عندي 38 سنة وعندي السكر وأثر على الانتصاب، وكنت باخد أدوية الحبة الزرقاء اللي احنا لسه كنا بنتكلم عنها للانتصاب وكانت بتجيب نتيجة، وبقالي سنة ومفيش استجابة للحبة الزرقاء، ايه الحل يا دكتور؟ هو هنا طبعا هو كل الناس عارفة ان الحبة الزرقاء وفي الحبة الصفراء، ودي كلها حبوب بتساعد على الانتصاب، وهي الاختيار الاول دايما دايما بنقول دي الاختيار الاول والاختيار الاقل ضررا والاختيار الاسهل في علاج ضعف الانتصاب. لكن ممكن في لحظة من اللحظات ممكن هذه الادوية ما تجيبش نتيجة تفاقم المشكلة، يعني المشكلة زادت فبقت الحبة غير كافية لاحداث انتصاب. هنا بقى ندخل في الخطوة الثانية. الخطوة الثانية ان احنا هنا محتاج نعمل فحوصات طبية ونعمل أشعة على القضيب، أشعة دوبلر. أثناء الأشعة دي بيتعمل اختبار بحقن مادة تساعد على الانتصاب. إذا هذه المادة اللي اتحقنت جابت نتيجة عملت انتصاب قوي كافي للعلاقة الزوجية، يبقى ده ممكن يكون أحد الخيارات للعلاج. فبالتالي بنوصف للمريض هذه الحقنة بيستخدمها وبنعلمه ازاي بيديها لنفسه موضعيا، وبياخدها قبل العلاقة الزوجية ب10 دقايق، ودي بيكون احد الحلول. لو الحقنة ديت ما جابتش نتيجة، ما حصلتش انتصاب كافي بيها، يبقى هنا الحل هو جراحة من نوع تاني، اللي هو جراحة زرع الأجهزة التعويضية او الدعامة داخل الجسم الكهفي للقضيب. دكتور انا بلاحظ في اجابات حضرتك في كل الاسئله سواء الفقره دي او الفقرات السابقه ان حضرتك بتخلي التدخل الجراحي اخر حاجه، يعني حضرتك بتجرب كل حاجه وفي الاخر خالص التدخل الجراحي. حضرتك مش بتحب تتعب المريض مش او انا ما مش انا ده العلم اللي بيقول كده ده يعني. لا يعني ده متبع في كل ال... هو انا برضو عايز اقول انا او غيري من الدكاتره احنا ما بنشتغلش من دماغنا، احنا مش احنا في الاخر ماشيين طبقا لخطوط ارشاديه. بس ممكن يا دكتور حد يستسهل او يدي امل لمريض يقوله لا خلاص احنا على طول هندخل الجراحه، لسه هنجرب ونضيع الوقت حتى لو عمره كبير يعني. انا بتكلم على الصحه، ماليش دعوه ممكن في يعني في سواء في دكتور ما بيتبعش الخطوط الارشاديه ديت او بيتبع اهواءه هو، ده موضوع لا، تاني يعني. وممكن بيتبع الخطوط الارشاديه بس مثلا شايف سن المريض لا يسمح ان احنا نطول في ما ده الوقت. مكتوب في الخطوط الارشاديه، ما الخطوط الارشاديه فيها كل حاجه واضحه.
اوكي ماشي. نشوف كمان سؤال. عندي 22 سنه وان شاء الله هتجوز بعد سنه، واعاني من سرعه القذف، ايه الحل يا دكتور؟ بتقولي متجوز من لا، هو عنده 22 سنه وهيتجوز بعد سنه، يعني هيتجوز وهو عنده 23 وبيعاني من سرعه القذف. هو هنا ما يعني الطبيعي ما اقدرش اقول انه عنده مشكله سرعه قذف او ما عندوش وهو لا لسه مش متجوز. متجوز. سرعه القذف المفروض بنتكلم ان دي ان هي عدم القدره في التحكم في القذف، او ان القذف بيحصل بسرعه قبل الاستمتاع الكافي بالعلاقه الزوجيه يعني للطرفين. فبالتالي طالما هو لسه ما اتجوزش المفروض ما يحكمش على هذا الموضوع. وبيجوا لي ناس بيقولوا لي انا هتجوز مثلا ومحتاج حاجه لسرعه القذف وهو لسه ما اتجوزش. هنا بقول له لا، ده ممكن الفتره الاولى بتاع الجواز خلال الاسبوع الاولاني او ممكن الشهر الاولاني ممكن يبقى فيه اضطرابات في القذف، ممكن يبقى فيه ناس بيجي لها سرعه قذف وناس بيجي لها تاخر في القذف. فاحنا مش عارفين انت ممكن ما ينفعش يجي لك نحكم عليها يعني. ما نحكمش ولا ندي اي علاج غير لما اتجوز، غير بعد ما اتجوز يعني بعد سنه كده ممكن، لان ممكن ان شاء الله يبقى كويس ما يحتاجش يروح ان شاء يعمل. الله. اوكي. عندي 58 سنه وعندي سكر وباخد علاج بروستاتا، ومتزوج من 12 سنه وعندي اطفال، ولكن اعاني من شهرين من عدم خروج السائل المنوي. عدم خروج السائل المنوي. عدم خروج السائل المنوي وهو حاسس بالقذف غير عدم خروج السائل المنوي لان هو ما بيوصلش لمرحله القذف. لو هو ما بيوصلش لمرحله القذف يعني ما عنده ما بيوصلش لمرحله النشوه في العلاقه الزوجيه وبالتالي ما بيقذفش. او في ناس بيجي لها بيوصلوا للنشوه الجنسيه وبيحس بانقباض العضلات المسؤوله عن القذف، بيحس ان في قذف لكن ما فيش اي سائل منوي خارج. هو هنا بتقولي عنده سكر والسكر ممكن يكون سبب من الاسباب. وخلف قبل كده وهو سنه 58 سنه وبياخد علاج بروستاتا، وبعض ادويه البروستاتا برضو بتاثر على القذف وده تاثير مؤقت. بعض ادويه البروستاتا بتاثر تاثير مؤقت بمعنى ان هو لو بطل علاج هذا النوع من انواع العلاج البروستاتا ممكن يرجع القذف يعني طبيعي. يغير الدواء يغير نفسه ممكن طبعا ويعمل استئصال. لا الاستئصال ما احنا لسه بنقول الجراحه هي الحل الاخير، فاذا كان في علاج بالادويه يكفي يجربها الاول يبقى يجرب. اذا كان هذا النوع عامل له مضاعفات عامله له سرعه قذف يبقى ممكن يلجا للطبيب يغير هذا النوع من الادويه. اوكي. السؤال جاي لنا. عندي 30 سنه وعندي تضخم في البروستاتا، والدكتور نصحني باستئصالها. 30 سنه؟ عن 30 سنه. لان ده بيؤدي الى انسداد مجرى البول، هل ده ممكن يؤثر على الانجاب وهل العمليه صعبه يا دكتور؟ وهل تزول اعراض تضخم البروستاتا بمجرد ان هو يستأصلها ولا لا، ولا بتفضل موجوده؟ انا اعتقد في غلطه، لو تضخم البروستاتا ما بيجيش في السن ال 30، تضخم البروستاتا دايما فوق ال 50 سنه. فهو اذا كان عنده 30 سنه ممكن يكون عنده التهابات في البروستاتا وليس تضخم، هنا هيبقى علاج بالادويه. إذا كان عنده أكتر من 30 سنة وعنده تضخم في البروستاتا برضه بنلجأ للعلاج بالأدوية، إذا ما جابش نتيجة بنلجأ إلى التدخل الجراحي. والجراحي هنا مقصود بيه مش الجراحة التقليدية، لا طبعا في جراحة تقليدية ممكن نحتاجها، ولكن في بالمناظير وفي علاج بالليزر والبلازما كاينيتك، في طرق متعددة لعلاج البروستاتا دلوقتي وكلها طرق سهلة ومضاعفاتها قليلة والمريض بيروح ممكن في نفس اليوم او ثاني يوم مش زي العمليات بتاعت زمان. يعني 30 سنه ده ما بيجيلوش تضخم خالص؟ لا ما يجيلوش تضخم، ممكن يجيله احتقان، ممكن يجيله التهاب لكن ما يجيلوش تضخم. يعني اصلا اللي شخص له الموضوع ما شخصلوش؟ لا هو ممكن هو فهم غلط. ما بيتحبش خالص تقول حاجه على الدكاتره، بس هو اكيد بتهيألي بما ان هو بعت لنا كده يبقى هو راح طبيب، يعني زار طبيب. أكيد. فهو ما عندوش تضخم، يعني انت ما عندكش تضخم اصلا. هو ايه المشكله؟ هو بيسال بقى المشكله تضخم عايز يعمل عمليه؟ وان اعراض البروستاتا دي هتزول بمجرد استئصال التضخم البروستاتا. هو طبيعي لو طبعا كان في تضخم، لو هو سنه كبير وفي تضخم في البروستاتا تضخم الحميد، طبعا لازم نتاكد ان هو تضخم الحميد. هنا اعراضها طبعا هتزول سواء بالادويه او لو الادويه مش نافعه يبقى هتزول بعد استئصال البروستاتا. اوكي. ما بترجعش تاني يا دكتور؟ لا ما ترجعش تاني ان شاء الله. اوكي. سؤال يا دكتور. عندي مشكله في الدوالي وكنت عايز اعرف ايه افضل الطرق العلاجيه. احنا قلناها في كذا حلقه معانا بس انت ما تابعتش، وانا عارفه افضل الطرق بالنسبه كمان دكتور الايمن، بس حضرتك تقول لنا الطرق العموما الموجوده سواء طريقه تقليديه او قديمه وافضل الطرق. الطرق علاج الدوالي اما الجراحه مناظير او بالحقن.
العلاج بالجراحة يا إما جراحة تقليدية وليها كذا مكان للعملية، كل ما طلعت العملية مكان الجرح كل ما كان فوق في البطن كل ما كان فرصة إنها ترجع تاني أعلى، سوري كل ما كان فرصة إنها ترجع تاني أعلى، ولكن فرصة الحفاظ على الشريان اللي بيغذيها واحتمال الضمور احتمال أقل. العملية دي عشان بترجع تاني، وعشان عملية فوق الجرح بيبقى فوق مستوى عالي بيفتح في العضلات، فعملية بتبقى مؤلمة للمريض، بتخليه الحركة بتاعته صعبة شوية بعد العملية، فالعملية دي ما بتتعملش يعدلها فترة يعني 20 سنة مثلا. كل ما ننزل تحت هو ده المكان الأفضل لعمل الدوالي، أسفل حتة من البطن هو ده المكان الطبيعي المفروض نعمل فيه العملية، لأن نقدر نستأصل فيه كل الدوالي أو نربط. إحنا ما بنستأصلش، ما بنشيلش حاجة نطلعها بره الجرح، إنما إحنا بنربط الدوالي. المكان اللي تحت دوت هو أفضل الأماكن، لأن إحنا لو ربطنا كل الدوالي هنا يبقى احتمال إنها ترجع تاني احتمال 0%. طبعا إحنا ربطنا كل حاجة، لأن يعني مفيش اتصال مع شبكة أوردة تانية، فما ترجعلوش فمش تاني مرة هترجع تاني. الدوالي. اوكي. المشكلة بقى إن المكان اللي تحت ده لو بالخطأ بالجراحة العادية لو بالخطأ ربطنا الشريان اللي بيغذي الخصية، فمفيش برضو شرايين تانية ممكن تغذي الخصية، فبالتالي بيحصل ضمور في الخصية. فعشان كده بنقول إن هذا المكان اللي هو أسفل البطن لازم العملية تتعمل بالجراحة الميكروسكوبية. الجراحة الميكروسكوبية بستعمل الميكروسكوب الجراحي، وده مكبر أقدر أستخدم آلات ميكروسكوبية دقيقة، أقدر أشوف كل الأوردة فأربطها كلها ما ترجعش تاني، أقدر أشوف الشريان اللي بيغذي الخصية فأحافظ عليه فما يحصلش ضمور في الخصية، أقدر أشوف شبكة الأوعية الليمفاوية اللي هي مسؤولة عن سحب السائل الليمفاوي اللي هو زي المية كده من الخصية، وده لو اتربط في الجراحة التقليدية المية أو السائل الليمفاوي ده بيتخزن فبتورم الخصية بعد العملية. الجراحة الميكروسكوبية هنا فيها كل المزايا، أنا بحافظ على الشريان، بحافظ على الأوعية الليمفاوية، بربط كل الدوالي فما بترجعش ما تاني بقى شايف كل حاجة قدامي. كل حاجة. طب دكتور، وكمان ليه لغاية المكان ده دلوقتي بنسمع ان في جراحات تقليدية بتحصل؟ مثلا الجراحة الميكروسكوبية اغلى مثلا ولا ايه؟ طبعا الميكروسكوب الجراحي غالي، والآلات الميكروسكوبية نفسها غالية، والتقنية نفسها مش منتشرة، يعني مش قليلين اللي بيعرفوا يشتغلوا جراحة ميكروسكوبية في هذا المجال يعني. طيب اوكي، في حد بعد بيقول ازاي ممكن اعرف اني عقيم ولو انا مصاب بالعقم يا دكتور، ابدأ منين رحلة العلاج؟ يا سؤال واخد كل التخصص. لا، وهو مش شكله عارف حاسس ان ايه هو عقيم يعني، فعايز يبدأ هو الرحلة عقيم دي. طبعا، بيبدأ ان هو بيعمل تحليل سائل منوي، اذا كان طلع تحليل طبيعي يبقى كده خلاص مفيش مشكلة، اوكي. حسب اللي هيطلع في التحليل بنشوف المشكلة ايه. ممكن يكون المشكلة في التحليل مفيش حيوانات منوية خالص، انعدام منوي، وده زي ما قلنا ممكن يكون سببه انسداد منوي او انعدام منوي وظيفي، عدم قدرة الخصية على تكوين حيوانات منوية كافية. ممكن تكون المشكلة في حيوانات منوية بس بعدد غير كافي، عدد قليل، فده برضو ليه أسبابه. وممكن تكون المشكلة في ضعف حركة الحيوانات المنوية أو زيادة نسبة الحيوانات المنوية المشوهة، فده بيقلل قدرة الحيوان المنوي على اختراق البويضة والتخصيب، فبالتالي برضو كل الحاجات دي ليها أسبابها. فطبعا لازم واحد زي كده عايز يطمن بيعمل تحليل ويكشف وحسب يعني اهم العلاج حاجه تحليل السائل المنوي، بالظبط يبدا على كده. طول بتحليل السائل المنوي. سؤال كمان، عندي ضعف في الحيوانات المنويه واخدت علاج والعلاج جاب نتيجه عكسيه، ايه السبب يا دكتور وايه طرق العلاج؟ عنده ضعف في الحيوانات المنويه وخد علاج جاب نتيجة والعلاج جاب عكسية. ده علاج ايه بقى ده؟ عايز نعرف. اكتب لنا اسمه عشان نقوله هو جاب نتيجه عكسيه. لا هو مش اسمه، هي الفكرة مش كده يعني، هو طبعا ما حددش هو العلاج واحنا مش عايزين نعرف، وما حددش المشكلة اذا كانت عدد الحيوانات المنوية قليلة مثلا ولا لا، ولا الحركة ولا ايه. المشكلة في ايه، ان لو اتكلمنا عن عدد الحيوانات المنوية، عدد الحيوانات المنوية الطبيعي مثلا فوق 15 مليون حيوان منوي في الملي. لو الخصية بتكون حيوانات منوية قليلة، فهنا العلاج بيبقى عن طريق تنشيط الخصية بهرمونات اللي هي مسؤولة عن إنتاج الحيوانات المنوية. المشكلة إن العلاج دايما الدكاترة بتدي العلاج علاج عشوائي، يعني أنت خد العلاج دوت ولو واحد تاني يديله نوعين علاج، وممكن مريض ياخد من عنده واحد صاحبه خد علاج. المشكلة إن العلاج الهرموني كلنا عارفين العلاج بالهرمونات ده ما هوش لعبة، لأن أنا برفع مستوى هرمون فممكن بالغلط أزود هرمون تاني أو أنقص هرمون تاني، فبعمل خلل في مستوى الهرمونات كله. العلاج العشوائي ممكن يفيد وممكن ما يفيدش وممكن كمان يضر،
ممكن يدور لو ارتفع مستوى الهرمونات على المستوى اللي انا عايزه، لان احنا قلنا قبل كده برضو ان هرمون التستوستيرون ده لما يزيد زياده عن اللزوم بيتحول الى هرمون الانوثه، هرمون تاني اسمه هرمون الاستروجين. فبالتالي العلاج بالهرمونات ما هوش لعبه، ما ينفعش ادي علاج عشوائي، ما ينفعش ادي علاج. ومعروف الهرمون ده التستيرون ده ذكوري، هرمون التستوستيرون ده اللي هو مسؤول عن تكوين حيوانات منويه في الخصيه، هرمون فلو الذكور. زاد لو زاد بيتحول لهرمون تاني، فبالتالي ما ينفعش ادي علاج عشوائي. ده في غلطه شائعه، انت فكرتيني دلوقتي ان في دكاتره بالخطا تروح تدي هرمون التستوستيرون دوت بالخطا. هو فاهم الدكتور، الهرمون ده مهم فعلا، بس زيادته زيادته مش مهمه، دي حاجه عكسية. فبالتالي طبعا لو خده بجرعه زياده فبيضر. الحاجه الثانيه ان وجوده في الدم بنسبه عاليه بيدي فكره غلط للغده النخاميه اللي هي موجوده في المخ، فبيفهمها ان مستوى الهرمون هنا عالي، فالغده النخاميه تروح تبعت اشارات تقول او تبعت اشارات للهرمونات الثانيه مش عايزين هرمونات الاف اس اتش مثلا والال اتش، وبالتالي برضو يقلل هرمون التستوستيرون اللي طالع من الخصيه. فبالتالي الغده بتتلخبط، انا بلخبطها بالعلاج الغلط وبيخليها تقلل مستوى الهرمونات اللي هي مسؤوله اصلا عن تكوين الحيوانات المنويه. حد بيسأل ازاي اكتشف الخصية المعلقة عند ابني، وايه التوقيت المناسب لجراحة الخصية المعلقة في الطفل، وهل تؤثر الخصية المعلقة على القدرة الإنجابية ولا لا؟ دي أم بتسأل أكيد عن ابنها. هو طبيعي المفروض لما أي طفل ولد بيتولد المفروض إن هو الدكتور اللي ولده أو دكتور الأطفال اللي كشف عليه أو الوالدين حتى الأب والأم يشوفوا ويفحصوا الطفل مباشرة بعد الولادة، يشوفوا الولد ولا بنت والعضو الذكري والخصيتين موجودين في مكانهم ولا لا. ده طبعا اجراء طبيعي المفروض كل الناس بتعمله. اوكي. احيانا بنلاقي الخصيه مش موجوده في عند الولاده، واحيانا بنلاقيها بتطلع وتنزل. هنا ممكن نستنى لغايه 6 شهور، مش اكتر من 6 شهور، يعني ممكن نستنى لغايه سنه في بدايه العلاج الجراحي. لكن احنا بنستنى لان في نسبه مش قليلة ممكن الخصية ما بتكونش نزلت المكان الطبيعي في لحظة الولادة، وخاصة لو كانت ولد قبل ميعاده الطبيعي. فبيبقى في متابعة لمدة 6 شهور أو سنة على الأكثر. لو الخصية ما نزلتش في مكانها الطبيعي هنا نبتدي نتدخل جراحيا بعد عمل فحوصات طبعا، أشعة ومنظار أو حاجات زي كده. طيب تدخلنا جراحيا وعملنا العملية للطفل ده، ممكن ترجع تاني يا دكتور تبقى الخصية معلقة، ترجع تاني في مكانها اللي اتولد بيه الطفل، او ترجع تاني مثلا لو هو مولود بدون خصيه؟ لا، هو الخصيه لو اتعملت عمليه مش هترجع طبعا. المفروض العمليه بالخصيه بتتثبت في المكان الجديد، بتتثبت كويس في المكان الجديد، وبرده بتتثبت بطول كافي بحيث ما يحصلش انها تتشد تاني وتطلع لفوق. انما الخصيه اللي هي بتطلع وتنزل للواحد ما عملش عمليه ده مش محتاج برده تدخل جراحي. ده انا برده احب انبه على الحته دي. لو كانت الخصيه بتطلع وتنزل بس بتنزل تحت خالص لغايه مكانها الطبيعي في الخصيه، دي مش محتاجه تدخل، دي محتاجه متابعه. لغايه لما الطفل يكبر، فبتبتدي الخصيه تكبر والفتحه اللي نزلت منها بتصغر، فبالتالي الخصيه ما بتطلعش فوق. يعني دي مش مشكله، مش دي مش مشكله، ما فيش ضرر منها لو مش محتاجه عمليات خالص، بس محتاج متابعه في يعني لما يبتدي الطفل يكبر، خوفا من ان هي كانت موجوده وبعد كده وهي بتطلع وتنزل طلعت وقفلت الفتحه اللي كانت بتنزل منها قفلت والخصيه فوق. فهي دي بس اللي محتاجه متابعه، وان احنا بنخاف ان الخصيه تكون موجوده وتطلع تتعلق فوق. طيب دكتور، لو حد في السائل المنوي بتاعه ما فيهوش حيوانات منويه اصلا، حضرتك مضطر في الوقت ده ان حضرتك تفتح الخصيه عشان تشوف حيوانات منويه ولا لا، ولا ممكن حاجه تانية؟ ممكن في انسداد زي ما حضرتك قلت قبل كده فقرات؟ ما هنا طبعا لما يبقى في انعدام منوي هنا محتاج ان انا اعمل فحوصات عشان احدد سبب الانعدام ايه. ممكن يبقى فيه انسداد زي ما انت بتقولي، وده بنكتشفه بال 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 بالكشف الطبي. ممكن الحبل المنوي نفسه ما يكونش موجود، ده بنعرفه بفحص الخصيه او بفحص كيس الصفن والحبل المنوي، او ممكن يكون في انسداد وده بنعرفه برضو بنسبه الهرمونات اللي هي الاف اس اتش والال اتش والتستوستيرون. دي بتدينا فكره عن وظيفه الخصيه، واذا كانت طبيعيه فباحتمال الانسداد بيبقى احتمال قائم. معلومات يعني بتبقى متعدده بناخدها من كذا مصدر، سواء بالكشف الطبي او بالهرمونات او بالاشعه، اشعه موجات صوتيه عن طريق الشرج، او بالاشعه بالموجات الصوتيه على الخصيه. كل ده بيديني معلومات عن سبب عدم وجود حيوانات منويه. لو مريض جه لحضرتك ومريض بالعقم،
منذ سنين طويله يعني، حضرتك بتطلب منه ان حضرتك تشوف الفحوصات بتاعت زوجته كمان، ولا حضرتك مالكش علاقه بال يعني حضرتك ذكوره بس يعني هو لا بس؟ انا احب اخد فكره طبيعي. قبل ما اخد فكره حتى عن الزوج لازم اخد فكره عن الزوجه، علشان ما اخليش المريض يمشي في اتجاه ما يستفيدش منه. بمعنى ايه؟ يعني لو مريض عنده مشكله في عنده دوالي مثلا، مريض عنده دوالي والدوالي ديت مأثره على الحياه المنويه، مخليه الحياه المنويه قليله وضعيفه، الحركه بتاعتها ضعيفه. هنا العلاج الطبيعي هقول له اعمل عمليه دوالي. لكن لو هذا الرجل زوجته عندها مشكله والمشكله دي تستلزم انه يعمل الحقن المجهري، فبالتالي مفيش داعي ننصحه يعمل عمليه دوالي ويكلف نفسه، وهو في الاخر هيلجا الى الحقن المجهري. الحقن المجهري اللي هو محتاج حيوانات منويه، مهما كانت حالته ضعيفه هيبقى موجود عنده. يعني لو واحد عنده مثلا 10 مليون حيوان منوي، 10 مليون حيوان منوي كافيه للحقن المجهري. ولو ال 10 دي قلت بقت 5، بقت 2، بقت 1 مليون او اقل، طالما فيها حيوانات منويه عايشه فهو يبقى يلجأ تكفي على طول للحقن المجهري اذا كانت زوجته محتاجه. بشكر حضرتك جدا واستفدنا من حضرتك، واعتقد كل المشاهدين اللي كانوا بيتابعونا وبعتوا لنا الاسئله استفادوا. بشكر حضرتك دكتور الايمن فتحي حسين، استاذ جراحه المسالك البوليه والتناسليه، وايضا دكتور جراحه المسالك البوليه والتناسليه زماله امراض الذكوره وعقم رجال جامعه الينوي بشيكاغو امريكا. استنونا ان شاء الله فقرات جديده قادمه من طبيب الحياه. كنت معكم انجي علاء، مستنين كل اسئلتكم على الصفحه الخاصه بينا، صفحه طبيب الحياه على الفيسبوك. ما تنسوش القعده من الواحده صباحا وايضا من السابعه صباحا. الى اللقاء.